يا هلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجنا الحياة فصول. اليوم حبيت أذكركم أن ننفض الغبار عن المعتقدات البالية اللي ما زلنا نمارسها، بمعنى الأشياء اللي نخاف منها والأشياء اللي نحس بالعار تجاهها والأشياء اللي تخلي حياتنا محدودة وما تتطور حياتنا إلى الأفضل. تابعوا معانا حلقة اليوم عشان نعرف شنو الأشياء اللي ما زلنا نشعر بالخوف وبالعار وبالتردد تجاهها، وشلون نتخلص منها، وشلون فعليا ننفض الغبار عنها. في بداية حلقة اليوم ودي أقول لكم من وين جبت عنوان الحلقة أنفض الغبار. أذكر مرة في مناسبة اجتماعية من عدة سنوات شفت الكاتبة القديرة ليلى العثمان، وأنا أحب كتاباتها ودايما أتابعها وأقرأ لها العديد من الروايات اللي عطتنا إياهم واللي خلتنا صج نفتح مداركنا على أشياء كثيرة تدور من حولنا. فقلت لها إن شنو آخر إصداراتك، وأنا سعيدة بإني قريت هالكتاب وهالكتاب وهالكتاب. فقالت لي والله عواطف آخر شيء أصدرته اسمه أنفض الغبار عن نفسي، أعتقد أنفض الغبار عن نفسي. فقلت لها والله حلو تقول لي إيه، لا في نهاية يعني الواحد يعني العمر أو الله يعطيها الصحة والعافية لما كل ما يكبر يحس يبي ينفض الغبار عن نفسه. فوايد عجبني العنوان، وحسيت فعليا بين فترة وفترة لازم ننفض الغبار عن أنفسنا. ساعات من كثر ما احنا بالروتين وبالحياة اللي هي روتينية ننسى ان احنا نجدد، ننسى ان احنا نراجع شنو هي المعتقدات اللي فيها ما زالت ضبابية وعليها غبار ولازم نغيرها. في حلقة اليوم حابة اعطي تركيزي على الغبار والمعتقدات البالية من ناحية التشافي في الصحة النفسية. للأسف الكثير من الناس ما زالوا يحسون إن إذا راحوا حق دكتور نفسي أو معالج نفسي أو مدرب نفسي هذا في انتقاص لهم، هذا يعبر عن ضعفهم. ليه الحين عندهم صورة ومعتقد مالت الأفلام القديمة جدا الأسود والأبيض إن الإنسان لما نفسيته تتعب معناته إنه هو غير متوازن ذهنيا أو عقليا، أو لا سمح الله يتهمونه بالجنون. فلما تسأل أحد إنه والله ليش ما رحت، حاس أنت مثلا بضيق وحاس بمشكلة وحاس بتعب، ليش ما تروح حق مدرب نفسي أو دكتور نفسي يساعدك، يقول لك أنا مو مينون. هذه وايد أسمعها. فهذا الوقت اللي أنا ودي أنبهكم كلكم عن هذا الشيء. الآن أنت لمن لا سمح الله يجيلك مرض جسدي، خلينا نقول أبسط الأشياء اللي تتكرر علينا خلال السنة اللي هي الإنفلونزا، لما يجيلك التهاب بالبلاعيم، التهاب لا سمح الله بالجيوب الأنفية وغيرها وغيرها من الأمراض، على طول شو تسوي؟ تقوم وتروح الدكتور اللي يعالجك جسديا. إنزين، ما إحنا قلنا إن إحنا عبارة عن جسد وروح وعن ذهن. زين، إذا أنا ذهني قاعد يكرر لي أشياء سلبية، إذا أنا نفسيا وروحي من داخل تعبانة، وأنا قاعد أحس بالخوف وقاعد أحس بالخجل من الصحة النفسية اللي الحين ولله الحمد الناس حمد الله صار عندهم إدراك أكثر بمعنى الصحة النفسية وأهمية الصحة النفسية، وإنه مهم ان يعالجون نفسهم نفسيا قبل لا يصير فيهم لا سمح الله الامراض النفس جسدية. لان الانسان لما يكبت مشاعره مرة ومرتين وثلاث تصير فيه الامراض المناعية وتصير فيه الغدة ويصير فيه الضغط والسكر، وهذيلا كلهم يجون غالبا غالبا من الضغوطات النفسية. انت قاعدة تتابعيني وعندك مشكلة أنت تعبانة منها وودك تروحين تشاركينها شخص مختص يساعدك شلون تحلينها، أو عندك بعض الصفات السلبية اللي تكررينها ومو عارفة تخلصين منها، أو حاسة
في تعب نفسي ما بعد الصدمة، لا سمح الله مريتي بوفاة شخص عزيز أو شيء صعب مريتي فيه، ليش قاعدة تعانين بصمت؟ للأسف 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 ألاحظ وايد ناس يخافون أن يروحون الدكتور النفسي، ويخافون يروحون حق المعالج النفسي. وعشان أفرق بين الشيئين، الدكتور النفسي هو الدكتور اللي يعالج الأمراض الذهنية والنفسية والعقلية، بمعنى إنسان ثنائي القطب، إنسان عنده إدمان، إنسان عنده اكتئاب شديد جداً، إنسان عنده أفكار متطرفة إلى درجة الانتحار. هذا الشخص يكون صار عنده خلل في كيميائية العقل، فيحتاج يروح حق دكتور نفسي يعطيه العلاج السليم عشان يتجاوز هالمرحلة. مثل ما الواحد راح خذ العلاج السليم للجسد وتشافى منه، يحتاج يروح دكتور نفسي صح، دكتور نفسي شاطر ومتمكن، يعطيه العلاج الصحيح ويبتدي يكمل في بروتوكول العلاج. وايد ناس عندهم مخاوف غير طبيعية من العلاج، إنزين إن أنا أخاف أدمن على هذه الحبوب، لا أنا ما أبي أخذهم، لدرجة أن يصلون مرحلة ما يقدرون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي بس فيهم خوف من الحبوب. أطمنكم الحين في علاجات وايد متطورة، علاجات وايد زينة. إذا أنت قاعد تسمعني وتحتاج، روح الدكتور ويعطيك. وبعدين لمن الدكتور يعطيك هذه العلاجات، هذه العلاجات قد يكون أنه يعطيك إياهم لغاية 3 شهور، يطلب منك تحاليل، يرد مثلا يجدد لك إياهم، بعدين يقول لك خلاص وقفهم ويعلمك البروتوكول اللي أنت شلون توقفهم. وايد ناس راحوا وايد استفادوا. بعدها يجي دور المعالج النفسي. المعالج النفسي يساعدك بالأشياء السلوكية، بمعنى عندك خوف من المرتفعات، عندك خوف من الحياة الاجتماعية، عندك سلوك سلبي قاعد تكرره مو عارف تتخلص منه، ودك تكتشف مهاراتك الكامنة وتطورها. مثلا أنت تحب الشعر بس مو عارف شلون تبتدي، أنت فنان بس مو عارف من وين تبتدي، أنت تحب الكتابة بس ودك أحد يحفزك، هذا المعالج النفسي. المعالج النفسي يقول لك أن مثلا هالأشياء لو تبتدي تسويهم في حياتك رح تصير حياتك أفضل، رح تصير نسخة أفضل من نفسك. إذا أنت تعاني من الوسواس القهري، إذا أنت تعاني من التفكير السلبي المستمر، هذا كله تحتاج حق مدرب حياة. فآن الأوان أنك تنفض عن نفسك الغبار، وتعرف أن الحمد لله الحمد لله في بلدنا وفي كل البلدان الحين موجود معالجين نفسيين. عندك أشياء مشاكل ما ودك تشاركها مع أسرتك، تضيق خلقهم ما يعرفون يعطونك الحل السليم، روح حق معالج نفسي وشيل الله يخليك المعتقد، شيله إنه لا عيب شو يقولون عني الناس، لا نفسك لها حق عليك، روحك لها حق عليك، لازم لازم تنفض الغبار وتاخذ الخطوة. أنا كل اللي يوني أقول لهم أنا أسوي لكم الحناءة القبعة، أولا إن أنتوا عندكم القوة والشجاعة عنكم ييتوا، ثانيا إن أنتوا اعترفتوا إن في خلل ودكم تصلحونه، ثالثا إن أنتوا بديتوا وتسوون السلوكيات الجديدة وتفعلونها مثل ما علمتكم. وفي ناس يقولي ما يبون أحد يشوفهم، وفي ناس يبون يقابلوني بس مو بالمكتب، وفي ناس ودهم أسوي معاهم بس جلسات هاتفية، لأن ما زال عندهم الخوف والعار. فأنا اليوم الحلقة يعني موجهة لأولئك الأشخاص اللي ما زالوا عايشين في الظلام، وما زالوا ما غيروا نفسهم إلى الأحسن بسبب هذه المعتقدات البالية. انفض عن نفسك الغبار، إذا تحتاج دكتور روح، إذا تحتاج مدرب روح، ورح تشوف حياتك شلون رح تكون أفضل بكثير بإذن الله، ورح تتطور إلى الأفضل، ورح تقول يا ريتني رحت من زمان. في نهاية حلقتنا اليوم، الكرت التحفيزي عن طاقة الأطفال، خلينا نشوف شو يقول لنا الكرت. طاقتهم أصلية ونظيفة، لم تتلوث بعد. اليوم أبحث عن أكبر عدد من الأطفال
والعب معاهم بكامل شعورك، تعاطف مع قصصهم وخيالاتهم، تخيل نفسك جزء منهم، لاحظ شعورك بعد التجربة. كلنا لما نكون مع أطفال نشبك مع عفويتهم، مع مرحهم، مع بهجتهم، ومع شفافيتهم، ومع طهارتهم. حيطوا نفسكم بالأطفال البريئين ورح يحوشكم جزء من براءتهم.